المقيم العام لبرنامج الأمم المتحدة باش يقوم thématique qu'on vient de discuter dès le début de cette الكلمة الآن إلى سيد وزير الشؤون الخارجية تفضل مرحبا إن تناول خطة 2030 للتنمية المستدامة لمواضيع مقاومة الفقر كأكبر تحدي مرحلي ونشر التعليم والصحة وحماية الكوكب والحد من تداعيات التغيرات المناخية ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي ودعم الفلاحة والتجارة والصناعة المستدامة وبسط الأمن وتحقيق السلام وتكريس ثقافة حقوق الإنسان لا يقيم الدليل على مدى اتساع نطاق هذه الأهداف والغايات المدرجة صلب هذه الخطة ومعالجتها للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة. لقد مثلت قمة اعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة المنعقدة في نيويورك في شهر سبتمبر 2015 مناسبة نوهت خلالها بلادنا بمدى شمولية هذه الخطة وتكامل أهدافها وإمكانية التعاون التي تتيحها للرفع من مستويات التنمية في البلدان النامية، معربة عن أملها في أن تتضافر جهود المجموعة الدولية ككل ولا سيما الدول المتقدمة من أجل ترجمة هذه الأهداف إلى واقع ملموس يرقى بمستويات التنمية البشرية دون ما استثناء. في ظل ما لمسناه من تطلعات حقيقية لدى شركاء ولا هذه مذكرة تفاهم بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة، يعني كيف يمكن أن تساهم تونس في تحقيق على المستوى الوطني في أجندة التنمية المستدامة 2030. ورأو تونس متقدمة، ما احنا كما سمعتوا الآن يعني على مستوى الألفية، أهداف الألفية كنا متقدمين، والآن كنا من الأوائل اللي انخرطنا في هذه الأجندة التنمية المستدامة 2030، والعديد من الأهداف ال 17 التي جاءت في الأجندة تم إدراجها في مخطط التنمية 2016 و2020.